قال الممثل المصري أحمد عز إن فيلم أولاد رزق الجزء الثاني عودة أسود الأرض من أصعب الأعمال التي قدمها خلال مسيرته الفنية، معربا في الوقت نفسه عن سعادته ببدء عرضه في الصالات السينمائية المصرية. وفي تصريحات صحفية أوضح الممثل أن مشاهد الحركة الأكشن في أولاد رزق 2 عودة أسود الأرض من الأصعب، قائلا إن مشهد مدته دقيقة واحدة على الشاشة الكبيرة استغرق تصويره أكثر من 10 ساعات. وأفاد بأن فكرة إنتاج جزء ثالث من أولاد رزق لا تزال غير مطروحة للآن. وجاءت هذه التصريحات على خلفية احتفال عز بالعرض الخاص للعمل مع أسرة الفيلم في أحد مراكز القاهرة التجارية، وحضر العرض فنانون خالد الصاوي وعمرو يوسف وأحمد داود وكريم قاسم والمؤلف صلاح الجهيني والمخرج طارق العريان، في حين غاب الفنان أحمد الفيشاوي حداثا على رحيل والده الفنان فاروق الفيشاوي. وحضرت الفنانة أصالة نصري ضيفة شرف الفيلم وغنت أغنيتها الدعائية بمشاركة الفنان مصطفى حجاج، كما حرص على الحضور كل من ضيوف الشرف الفنانون سيد رجب ومنى ممدوح وريم مصطفى ومحمد لطفي. يذكر أن الجزء الأول من الفيلم عرض سنة 2015 وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا. المشاهد قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.